ندعو المتسابقه بيبي هاجر من دوله باكستان وتقرا بروايه حفص عن عاصم السؤال الرابع أقرأ من قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ تَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جهنم يصلاها مذموما مدثورا. السؤال الخامس والأخير اقرأي من قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتُنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أعيد وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا وتنذر يوم الجمع وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى

تنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع يوم الجمع يوم لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ يا بيبي من قوله, قوله تعالى وَلَكِنْ وَلَكِنْ كيف تقفين على وَلَكِنْ و... لا إذا وقفت على ولا ولكن بالسكون ولكن أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۗ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي ۗ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه. من